أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. وأخيرا بعد فترة كتير طويلة قررت أني أرجع ألعب لعبة PKXD. بصراحة كتير اشتقت لهاي اللعبة ومن زمان ما لعبتها، وإنتو حكيتولي إنها كتير فيها أشياء تغيرت، فبدي أروح أشوف إيش الأشياء اللي تغيرت. رح أروح هلأ على المدينة عشان أشوف إيش صار. كان زمان بنقدر هيك نضغط اشي وبننتقل للمدينة، بس مو لاقية. هلأ لازم نروح مشي. حتى البحيرة متغيرة، حاسة كل اشي متغير. من زمان يمكن اكتر من سنة ما لعبت هاي اللعبة. وقعت، كان نفسي امشي على هذا بكره السباحة لانها كتير بطيئة. هلأ مشيت على هاد وبدي مش هاد اول مرة اشوفه برضه، ما كان كل اشي، عن جد كل اشي متغير. لو قعدت هون ايش بصير؟ طيب وبعدين بس نتأمل جمال الكوكب هاد، ولا هاد بيطلع اشي؟ هاي بس هيك قاعدة جميلة، يعني الواحد يسترخي. مش حاسة انه في اشي عم بصير. اذا في اشي بصير بهذا المكان اكتبولي بالتعليقات عشان المرة الجاي اجربه. هاد كمان مكان. كأنه بنشتري هدول صناديق هدايا. خليني اشوف ايش فيه. ملابس، سوب سيربرايز بوكس، وممكن تحصلوا على اشياء نادرة بس بنشروا بجواهر. ما بدي اشتريهم. اشوف هاد كمان نفس الاشي، مش عارفة. بدي انا جاي عبالي اشتري حيوانات اليفة لانه انا ما عندي بس غير ركان، وبدي اشوف اذا في حيوانات اليفة جديدة او في اشي متغير هون. هدول الاشياء اللي بلبسوها الحيوانات. ايش هذا المكان؟ هذا المكان ما كان لما انا اخر مرة لعبت. خليني استكشف هذا المكان. بيقول لي اهلا. بيت ميرج، جهاز بيقدر نحط الحيوان ونخبص عليه. يعني لازم اجيب 3 حيوانات من نفس النوع واحطهم واستخدم بطارية. كتير حلو، بس انا ما عندي غير ركان. لازم اشتري حيوانات عشان يصير عندي 3 انواع، ورح يدمجوهم مع بعض ويطلع حيوان كتير مميز. واو انا كتير متحمسة، كتير هذا الاشي حلو. هاي البطارية كأنها. هروح هلأ عشان اجيب الحيوانات. بدي احاول اني اجمع 3 حيوانات من نفس النوع، يعني لازم يطلع عندي 3 راكون عشان اقدر اني اعمل هذا الاشي، ادمجهم مع بعض ويطلع حيوان غريب. مو قادر اتخيل كيف رح يكون شكله. بدي اشوف وين في راكون عشان يطلع لي. ما بعرف اي بيضة اشتري، كأنه هاي البيضات ما فيها راكون. بدي بيضة يكون فيها راكون. هون ما في كمان بيضات. الركان المسكين نعسان، بدي اروح انيمه لانه هذا المنظر، الوجه النعسان بضايقني. استنى، في مكان هون انيمك، ضيع اشوف لك السرير انيمك فيه عشان هيك اركز مع البيضات. هاي السرير، يلا يا ركان نام. عادي ننام على سرير المحل اللي مش شارينه. تخيل عادي لما نروح على محل اثاث لازم تقعد على الكنباية اللي مش شاريها وتجرب التخت اللي انت مش شاريه. فعادي بتخيل نفس الاشي هون. هلا بدي ارجع للبيضات واشتري. هاي البيضة كأنه في عندها راكون، يا رب يطلعوا لي 3 راكون عشان أقدر أدمجهم. رح أشتري من هاي البيضة، حقها 1500. هيو فيها راكون، إذا طلع لي كمان 2 خلص بقدر أدمجهم. هاي البيضة اشتريتها، هي مش بيضة، ليش عم بحكي عنها بيضة؟ هي مش عارفة إيش هذا الكائن، بس احكوا لي إيش اسمه العلمي الصحيح. بيت بود، ما بعرف يعني، بس أكيد مش بيضة، مش عارفة ليش عم بحكي عنها بيضة. هذا هو. خليني اهلا عشان بدي افتحه لاني كتير متحمسة اني اسوي آلة الدمج هاي. عشان افتحه يا اما احضر اعلان او ادفع 29 مجوهرة. رح ادفع مجوهرات، مش جاي عبالي ابدا اني احضر اعلان. بسم الله بسم الله. ايش حيطلع لي؟ ايش حيطلع لي؟ كتير متحمسة. ايش هذا؟ مانتيكور ليجندري هو، بس مش راكون. هاي هي حيواناتي الأليفة، عندي الراكون والتمساح والراينو والمونتيكور، هدول بس اللي عندي، ولا اشي عندي منه 2. رح اشتري كمان بيضة واشوف ان شاء الله يطلع لي على الاقل اي اشي يصير عندي منه 2. بسم الله، مو متخيلة ايش رح يطلع هلا. بدي افتحه واشوف ايش رح يكون. ما رح استنى. هدول حيواناتي، لا ما بدي اشوف حيواناتي، بدي افتح الاشي هاد. رح اضغط عليه وحستخدم مجوهرات. ليش صار حقها 30؟ كانت اقل.
رح أشوف إيش رح يطلع هلأ. أنا كتير متحمسة أشوف إيش حيطلع. إيش هذا بيجون؟ آه حمامة، يعني الحمامة على فكرة حيواني اللي كتير بكرهه في الحقيقة، كتير صوت الحمامة مستفز، وهيها طلعت لي باللعبة. يا حمامة روحي لو سمحتي، بدي أشوف إشي تاني. حظي بهاي البيضات حسها مش كتير، بدي أجرب هاي البيضة. خليني فيها راكون، ممكن يطلع لي كمان راكون، أنا عندي راكون واحد، كل إشي عندي منه واحد، فعادي إيش ما يطلع يطلع. خليني لا يا حمامة ابعداني ابعداني، خليني أفتحها وأشتري، يا رب ما يخلصوا مجوهراتي، عمال أفتح بالمجوهرات، لا مش جاي بالي أحضر دعايات طويلة. طلع لي بقرة، وانتي كمان حضلي تعملي لي مو، ما ضلي تعملي مو كل شوي، هدول حيواناتي صاروا ولا اشي زي بعض، ولا اشي زي بعض. رح احاول اشتري كمان بيضة، وان شاء الله يطلع على الاقل اثنين يكونوا زي بعض، عشان اعرف ايش هدفي في الحياة حيكون. رح ارجع اشتري من هاي البيضة، وان شاء الله هلا يزبط معي. طيب حشتري واحدة وحفتحها، يلا بسرعة بدي افتحك. لا مش هون. طيب حاسة اني حخلص مجوهراتي اليوم على الفاضي. بسم الله، خليني افتحها واشوف. مو كمان مو، ياه صار عندي هلا بقرتين، مع انه الحيوان هذا مش مفضل الي، بس صار عندي بقرتين. ضايل لي بقرة واحدة بس، وهيك يصير عندي ثلاث بقرات. يا رب، يعني مع اني بكره البقرة بس خلص يا رب تطلع لي بقرة. مش عارفة اذا اندمجت ايش حتطلع. طيب نشوف، نفتح نشوف ايش حيطلع. ايش هاد؟ كتكوت بس مش بقرة. انا كتير اسفة، انت حيوان لطيف بس مش بقرة. بس ولا حيوان طلع لي هذا الاخر اشي فيرلس بيقولوا له، يعني طلع لي اسطوري ونادر، بس ما طلع لي الحيوان الاخير. نفسي اشوف ايش هم. طيب حفتح، ما رح استسلم، خلص صار عندي بقرتين، لازم اجيب البقرة الثالثة واخلص. خليني افتح هاي واشوف. بسم الله، يلا يا رب تكون بقرة، يا رب تكون بقرة. ايش هاد؟ فيل؟ لا ما بدي، صار عندي كتير حيوانات، بس انا مبسوطة ان عندي كل هاي الحيوانات، بس ضايل لي بدي بقرة. يلا رح ارجع افتح، ما رح استسلم، رح اضل افتح، خلاص صار عندي تنتين، ضايل لي واحدة بس. خليني افتحها، تقريبا خلصوا كتير من مجوهراتي وانا افتح. يلا بسم الله، ايش حيطلع ايش حيطلع ايش حيطلع ايش حيطلع. كمان فيل، صار عندي فيلان، يعني هلا يا فيل يا بقرة. خلينا نشوف ايش رح يكون الثالث نبت، ايش حيكون. هاي عندي اثنين بقرة واثنين فيل، رح افتح واشوف. بسم الله بسم الله بسم الله، ايش الحيوان الثالث؟ ايش هاد؟ بومة؟ ما بدي بومة. طيب خلينا نشوف، انا اسفة تلخبطت. هاي هم بقرتين وفيلين وبومة واحدة، يا يطلع لي كمان فيل يا يطلع لي كمان بقرة. رح اشتري كمان بيضة، وعندي امل انها تكون البيضة الناجحة ويصير عندي ثلاث حيوانات من نفس النوع. طيب بسم الله، وين هيو؟ اوكي رح افتحه. ايش حيكون ايش حيكون ايش حيكون ايش حيكون؟ بقرة، واخيرا 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 بقرة. صار عندي ثلاث بقرات، هلا بقدر اروح اطورهم. رح اروح فورا واشوف ايش رح يطلع الكائن الغريب من دمج هذول الثلاث بقرات مع بعض. ثلاثة بقرة يساوي ايش؟ تم تتا. على هاي البطارية بتكون بتكون سوبر باتري، خلص رح اشتري السوبر باتري، لانه بدي صرت دافعة كتير فلوس ما اجت على حق البطارية. طيب وهلا بدي احط البقرات تاوني واشوف ايش رح يطلع. خلص شريت البطارية. ايش؟ اختاروا ثلاث حيوانات يكونوا في الماكس ليفل. يا الله ما اخباني، ما انتبهت لهاي المعلومة قبل ما اشتري الحيوانات. لازم يكون الحيوان اصلا متطور عشان اقدر ادمجهم، يعني الثلاث بقرات هدول بليفل 1 لسه بالمرحلة الاولى، لازم يكونوا بالمرحلة الخامسة زي الراكون تاعي عشان أقدر أدمجهم. طب ما في طريقة بمجوهرات أو إشي إني أقدر أطورهم؟ لازم أضل أهتم فيهم، ثلاث بقرات أهتم فيهم، لا كتير هيك. يا بقرة إيش أسوي لك؟ طيب أطلب مني إشي أشوف في إشي يتطوروا.
ما في ولا إشي لازم، يعني مش قادرة أطورهم بفلوس أو مجوهرات، لازم أهتم فيهم. كتير ضايلي، والتلاتة أهتم فيهم بخسارة، شريت كل هاي البيضات بس عشان أطور أشوف إيش رح يطلع. بس لا، لازم ألعب كمان طبعا، هاي الحلقة ما رح أقدر، فاستنوا في الفيديو الجاي إن شاء الله بكون كبرت بقراتي وأجي أدمجهم وأشوف إيش رح يطلع. وأحكولي في التعليقات إذا جربتوا هاي تاع الدمج، عن جد بطلع حيوان حلو مستاهل كل هذا التعب ولا لا. مش عارفة، جاية بالي أهتم بنفسي بدل ما أهتم في البقرة تاعتي. يا بقرة بهتم فيكي بعدين، أنا كتير أسف إني عم بحكي عنك بقرة، بس هيك اسمك كاو، لازم أسميكي اسم تاني، بس مش رح أسميهم هلا، الحيوان اللي حيتطور رح نختار له اسم مع بعض. إيش بدي أقعد أسوي شعري؟ أشوف كيف، ولا مرة سويت شعري هون؟ بس بختار شعر وبلبسه. ما بدي، شكرا. رح أجرب هون، في إشي هون بتسوى مكياج إشي؟ سشوار؟ كأنه بس هيك بتقعد تتقبل نفسك في المراية. فهلأ رح نطلع من هذا المكان ونروح على قلتولي برضو في أشياء تغيرت في السباق، فجاي عبالي برضو أشوفه إيش هذا الإشي، كان من زمان. عندهم آيس كريمات، كأنه في آيس كريمات جديدة ولا بتهيألي هاي ما كانت. خليني أجربها، شكلها كتير لذيذ هيك آيس كريمة الطبقات القوس قزح. كيف أكلك؟ نسيت هيك بس بلقمة واحدة صورتي خالصة؟ لا مش معقول. ايش في هون؟ هدول ايش هدول الولدين واقفين؟ بشتريهم بمشوا معاي؟ هاي بتشتري بوز هيك يكون شكلك كول. خلص لا ما بدي شكرا. هلا بدي اجرب هذا مكان السباق، حكيتولي برضو في اشياء تغيرت فيه. صار هو في اكتر من لعبة فيه، بس انا جاية بالي العب السباق لانه حابة أشوف إيش الأشياء اللي تغيرت فيه. هون في لعبة ما بعرف، لعبة سيارات، أنا كتير بكره ألعب السيارات بس مش عارفة إيش هي، بعدين نجربها. هاي أظن لعبتها تاعت الحيوانات الأليفة. هون عشان أزود التيكيتات تاعوني، ما بدي أحضر إعلان. حروح هلأ على السباق وأشوف إيش التغييرات اللي صارت فيه، كأنه الناس زهقوا منه، ما في ولا حدا في السباق، كان زمان يكون في كتير ناس. بيقولوا لي عم بستنوا لاعبين تانين، بس شكله ما في ولا لاعب. رح اروح هلا على السباق. بدا طبعا بتسابق مع حالي، فعادي ما عنديش توتر انه بدي افوز. خلاصي، وهاي المي كتير كويس، ما وقعت في المي، ان شاء الله ما اوقع هون لانه كتير السباحه بطيئه. لا وقعت، خليني اشوف. هاي الحمد لله فتحت من اولها. اشهد، هاد مكان، هذا ما كان، أنا آخر مرة لعبت هذا الإشي ما كان، بس شكله صعب كتير، مش عارفة أتحرك، بس حلو. لما آخر، أنا بحكي لكم من سنة تقريبا مش لعبة. بام، أي لا زودتوها، لا تقولي أنتي كمان، لا مش معقول، مش كلكم. وهاي كمان متغير شكلها، ما كان في هدول الأشياء اللي هون. خليني أطلع، بقدر أنط على هاد فوق؟ لا كأني عم بتهور، ما أظنش إني بقدر أنط من فوق السور، أو يمكن بقدر ما بعرف. إذا نطيت من فوق السور يمكن بكون أسرع، مش عارفة، بس هيك كتير بطيء الوضع، كتير كتير بطيء، مش عارفة إذا ممكن أخسر على حالي، يعني حاسة حالي كتير بطيئة. وإيش هاي؟ هاي مي وفيها أشياء الواحد ينط عليها. وقعت، لا ما بدي أسبح، ما بدي أسبح أرجوكم، أنا كتير بطيئة بما فيه الكفاية، ما في داعي إني أسبح كمان. خلص هنقضيها سباحة عادي على القلب، مهلنا ما فيش حدا بنتسابق معاه، هطلع المركز الأول يعني في كلا الأحوال. لا 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 لا، لا زودتوها، مش قادرة أتحمل كل هاي الخبطات في راسي. آخر وحدة بس اللي بتفتح. هي وصلت المركز الأول، هي فزت على حالي. أعطوني فلوس قليل كتير طبعا، وخمسة وأربعين تكت حلوين، و ايش كمان؟ ايش كمان رح يعطوني؟ بس وين البقرة تاعتي؟ وين روحتي؟ واو البقرة تاعتي كبرت، كأنه بعد ما لعبنا السباق كبرت شوي، قربت اخلص المرحلة الأولى تاعتها، فحلو انا كتير متحمسة. رح اضل اكبر البقرات هدول واشوف ايش رح يصير في الجهاز، واستنوا الفيديو الجاي لانه في الفيديو الجاي رح احطهم ان شاء الله في
في هذا الاشي تاع دي ان اي واشوف ايش الحيوان اللي رح يطلع، واكتبوا لي في التعليقات اي اشي تاني اسويه في هاي اللعبه، لانه في كتير شكله اشياء جديده انا مش قادره اكتشفها كلها هلا. واشوفكم بفيديو تاني، باي باي.